إذن أستاذ ماجد أبو العلا عاد لنا، كنا نتحدث معك عن أعداد السعوديين الموجودين في مناطق نطاق هذا الإعصار. اي نعم اخوي عبد العزيز، عدد المواطنين المتواجدين في مدينة فلوريدا او ولاية فلوريدا تقريبا 3000 طالب مع اسرهم، اضافة الى عدد من المرضى وعدد من السياح. الاعصار صراحة يشمل اكثر من ولاية، ولكن الولاية اللي كان عليها بداية الاعصار ممكن نقول ولاية فلوريدا هي اللي ممكن تكون تتعرض للموجة الاكبر من الاعصار. حقيقة الامر احنا قمنا في قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة عملية الإخلاء من المناطق المتضررة في ولاية فلوريدا وإخلاء المواطنين إلى أقرب مناطق آمنة نضمن فيها سلامة المواطن. هذه العملية أستاذ ماجد، عملية الإخلاء تحديدا وآليتها كيف تتم؟ أول شيء احنا نعمل لجنة طوارئ في ممثلية المملكة في متابعة طبعا من سمو السفيرة في واشنطن لعمل القنصلية في هيوستن. فإحنا عملنا لجنة طوارئ تقوم على استقبال كافة المكالمات من جميع المواطنين، ولا يقتصر على الطلاب أو غيرهم، جميع المواطنين في أمريكا في ولاية فلوريدا نستقبل مكالمتهم. بعد ما نتأكد من أنه المنطقة اللي فيها تم الإخلاء نقوم بعملية إخلاء، هي تشمل عملية النقل إلى منطقة آمنة، تشمل عملية توفير السكن وما خلافه حتى تزول الطارئ أو الكارثة الطبيعية ومن ثم يعود المواطن إلى المنطقة التي كان يعيش فيها. هل هناك خسائر رصدتوها للسعوديين الموجودين في تلك المناطق المتضررة؟ هو بطبيعة الحال دائما أي إعصار أو أي عاصفة يكون فيها خسائر، ولكن لحتى الآن ما في أي إحصائية لدينا. فأنت تعرف الآن أكثر المواطنين هم مغادرين المناطق اللي هم موجودين فيها، فبعد ما يرجعوا إن شاء الله إلى مناطقهم يشوفوا خسائرهم وإن شاء الله ينقضي في موضوعهم بإذن الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ ماجد أبو العلا، رئيس قسم شؤون السعوديين بقنصلية المملكة في هيوستن.